أمت الله من مصر شيخنا الكريم تسأل عن كيفية غسل الميت. غسل الميت ينوي الإنسان غسله ويبسمل، وقبل ذلك يبدأ بإخراج إن كان فيه فضلات وينظف فرجه. وطريقة غسل الميت أن يوضع الميت فوق مكان بحيث يصب عليه الماء والماء يخرج من تحت جسد الإنسان، وبحيث أنه يستر الرجل، تستر عورته ما بين السرة والركبتين، ولا تمس عورته إلا بحائل بقفازات، ولا يجوز كسف العورة. وجاء حرمة المسلم ميت كحرمته حي، فلا يجوز كشف العورة ولا مسها. فإذا نظفه ثم يوضئه للصلاة، ويمسح بالنسبة للمضمضة، ثم بعد ذلك يغسله غسل الجنابة. قبل أن يغسله غسل الجنابة يغسله بسدر أو بما تيسر من المنظفات، يستحب سدر، ويستحب أن يكون أيضا معه الكافور لأجل أنه يشد الجسم ويضعه على الإنسان، ويطيب منه مواضع السجود، ويطيبه ويلفه في الكفن في ثلاث لفائف يلف فيها. نعم.